وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أيمن أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. المساعي المصرية لا تتوقف على مدار اللحظة من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، كيف تقيم الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. مصر تتحرك على مسارات كثيرة ومسارات بشكل متوازي وتحقق نتائج كبيرة تهدف في النهاية إلى وقف الحرب وإدخال أكبر قدر من المساعدات وصولا إلى الهدف الاستراتيجي المصري وهو قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. في ظل هذه المظلة الكبيرة من الجهد المصري، حضرتك كما أشرت هناك جهد مصر التواصل والهدنة بين حركة حماس وإسرائيل. هذه الهدنة طرحت منذ فترة منذ نهاية فبراير الماضي، لكن كانت الفجوة كبيرة بين إسرائيل وحركة حماس. نجحت مصر خلال هذه الجولات المكوكية وهذا الجهد الكبير جدا الذي يشيد به الجميع من كل دول العالم، نجحت مصر في تقريب وجهات النظر، وباتت الآن الهدنة في تقديري على مرمى حجر بعد أن تم تذليل العديد من العقبات وطرح الكثير من الأفكار وأيضا تقريب خلق مساحة مشتركة بين الطرفين. بالتأكيد هناك مشاكل كبيرة بين الطرف الإسرائيلي وحركة حماس، كل طرف له يعني ما يمكن وصفه بالمكتسبات التي يريد أن يحافظ عليها دون أن يتنازل للطرف الآخر، لكن مصر لعبت دور كبير جدا في خلق مساحة مشتركة بين الطرفين. الآن بتدور المفاوضات في تقدير حول 3 نقاط رئيسية. الأول حول مفهوم وقف إطلاق النار. حركة حماس تتحدث عن وقف إطلاق نار دائم ومستدام في كل القطاع من الجنوب والوسط والشمال ودون لحظة العودة مرة أخرى إلى الحرب، في حين إسرائيل تتحدث عن مفهوم الهدنة الإنسانية، وهذه الهدنة طرحت لها 3 معايير زمنية، كل فترة تبدأ من 6 أسابيع. هذه النقطة الأولى، وبالتالي هناك خلاف ما بين إسرائيل وحركة حماس حول المفهوم، هل هو وقف إطلاق النار أم أنها هدنة إنسانية. النقطة الثانية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي. حركة حماس تريد انسحاب إسرائيلي كامل من كل قطاع غزة بما فيها الأجزاء الشمالية الغربية وبما فيها منطقة وادي غزة التي تفصل ما بين الشمال والجنوب، التي تفصل ما بين 19 كيلومتر في الشمال والمنطقة الجنوبية باقي قطاع غزة. إسرائيل تريد أن تبقى في وادي غزة، لكن حركة حماس تقول أن إسرائيل عليها أن تنسحب من كل قطاع غزة وتقبل فقط بأن تكون إسرائيل موجودة على حدود القطاع وليس داخل القطاع. يتعلق بهذا النقطة نقطة في غاية الأهمية، تتعلق بسعي إسرائيل لإنشاء أو بناء منطقة عازلة داخل القطاع، وهذا الأمر مرفوض ليس فقط من قبل حماس لكن مرفوض من مصر ومن كل دول العالم بأن لا تبقى إسرائيل في قطاع غزة لا بشكل جزئي أو بشكل دائم. إسرائيل بتسعى أن تخلق منطقة عازلة بعمق حوالي كيلومتر في الجهات الثلاثة، الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية، وبالتالي معناه هذا اقتطاع حوالي 60 كيلو من مساحة قطاع غزة التي لا تزيد عن 360 كيلو، وهذا سوف يضيق القناق أكثر على الشعب الفلسطيني، حوالي 2.3 مليون نسمة يعيشون في هذه المنطقة الضيقة. لذلك مصر بترفض تماما أن تكون إسرائيل موجودة لا بشكل جزئي أو بشكل كلي في قطاع غزة. النقطة الثالثة تتعلق بعدد الرهائن الذي يمكن أن تفرج عنهم حماس وبالتالي ما تفرج عنهم إسرائيل. في البداية كان مطروح 40 رهينة إسرائيلية ومقابل عدد من الفلسطينيين يصل من 800 إلى 1000. الآن هناك حديث عن تقليل هذا العدد، تحدث خليل الحي رئيس وفد حركة حماس للمفاوضات وقال هناك اتجاه لتقليل هذا العدد من 40 إلى حوالي 30، فيما حركة حماس تطرح 20 فقط. لذلك أنا في رأيي الجهد المصري يثمر ويضيق الفجوة التي كانت كبيرة جدا بين الطرفين، كما نجحت مصر في الهدنة الأولى التي بدأت يوم 26 نوفمبر الماضي واستمرت حتى الأول من ديسمبر 2023. أنا في تقدير الجهد المصري قادر جدا للوصول إلى هدنة جديدة تجنب الشعب الفلسطيني مزيد من الإصابات والشهداء وتدمير البنية التحتية. يتزامن مع كل ذلك أن مصر تعمل على مسار آخر لا يقل أهمية عن هذا المسار، وهو إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والدوائية سواء من معبر رفح أو بإسقاط المساعدات المصرية جوا على المناطق الشمالية من قطاع غزة. يضاف لكل ذلك أيضا الجهد المصري
في استقبال المساعدات العربية والإسلامية والدولية التي تأتي إلى مطار العريش وتقوم بوضعها على الشاحنات لإدخالها إلى قطاع غزة. 80% من المساعدات التي وصلت لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي هي مساعدات مصرية قدمتها الدولة المصرية وقدمتها جهات أهلية مصرية، فيما فقط 20% من المساعدات جاءت من الخارج. لكن مصر في كل ذلك بترى أن كل ما جرى من 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن هو عرض لمرض، أن المرض الحقيقي هو كان انسداد الأفق السياسي وعدم وجود أفق سياسي للوصول إلى دولة فلسطينية. وبالتالي مصر ترفق عملها في التوصل للهدنة وإدخال المساعدات ووقف الحرب، ترفق كل ذلك برؤية استراتيجية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية، لأنه بدون إقامة الدولة الفلسطينية لن يكون هناك لا سلام ولا استقرار في المنطقة. أشكر حضرتك الشكر الجزير للدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز.